دلوقتي هنتكلم عن اكتر حاجه ممكن تبقى مزعجه بتجيلنا فجاه حتى لو احنا يعني في نص اليوم ومشغولين جدا، الا ان الصداع ممكن فجاه يوقف لنا كل حياتنا، مش قادرين نتحرك، مش قادرين نتكلم مع حد، مودنا كله بيقلب من كتر فيه وجع ومش عارف تعمل ايه. جو الصيف، زياده الحر، الرطوبه ممكن يخلي الصداع يزيد. اسهل حاجه بنعملها عشان نتخلص من الصداع اننا ناخد مسكنات، يلا نضرب حبتين من الدواء ده او حبتين من الدواء ده، الا انه أضرار الأدوية دي بتبقى ليها أضرارها كتير جدا على جهازنا المناعي من غير ما نحاول نعرف إيه سبب الصداع، وهي كتيرة جدا وممكن إن إحنا نعالجها. فدلوقتي فقرتنا هنعرف من ضيفتنا أسباب الصداع وإزاي ممكن نعالجه بالتغذية. بنرحب بدكتور إيهام صفوت استشاري التغذية العلاجية. مساء الخير يا دكتور، منورانا. مساء الخير، ميرسي، اهلا بك يا دكتور. مبسوطين قوي ان انت موجوده معانا. ميرسي جدا. انا كمان انت هتقولي لنا ايه اسباب الصداع، ايه اهم الاسباب اللي ممكن تؤدي الى الصداع؟ زي ما سالي قالت انه ناس كتير قوي بيجي لها صداع وخلاص هي مستسلمه انه الصداع ده انا هعالجه وهاخد مسكن وهبقى كويسه بعد شويه وخلاص، لكن احنا ما عالجناش السبب الاساسي اللي عامل الصداع ده. طيب الصداع ده ممكن يكون ضغط نفسي او عصبي، يعني الناس اللي بتشتغل على طول ما فيش راحه، على طول هي حتى وهي بعد ما بترجع البيت بتبتدي تفكر في الشغل في البيت في الكلام ده كله، فطبعا ده سبب. السبب الثاني اضطرابات هرمونات، يعني بنلاقي مثلا اختلافات مستوى الاستروجين في الدم زي ما بيحصل في الدوره الشهريه او انقطاع الطمث، او الناس اللي بتاخد مثلا حبوب منع الحمل ممكن ده يكون سبب. الناس السموكر اللي بيدخنوا طبعا ده بيقلل الاكسجين في الدم وممكن يسبب برضو صداع. عندي برضو فئة من الناس اللي بتعمل دايتات كتير وبتتبع حميات غذائية كتيرة جدا، لو حمية غذائية بتعتمد على نوع أو اتنين من المغذيات فقط لا غير، أو حمية غذائية مثلا غلط أو قليلة جدا، فهنلاقي أنه ده هيسبب أولا نقص في السكر الهايبوغلايسيميا، وبالتالي ده هيتسبب في صداع مع أعراض أخرى اللي هي أعراض نقص السكر. وكمان في أعراض نقص بقى المعادن الموجودة في جسمنا زي الأنيميا مثلا، في ناس بعد الدايت الكتير بيحصل لها أنيميا، والأنيميا من أهم أسباب الصداع. تاني حاجة الستريس مثلا، ما احنا قلنا الستريس طبعا ده، والحالة النفسية بتتأثر برضو مع الحميات الغذائية الغلط. نمرة اتنين، بيحصل برضو نقص في المغنيزيوم، ولقينا انه المغنيزيوم من الحاجات اللي مرتبطة ارتباط وثيق بالصداع، وخصوصا الصداع النصفي. يعني لقوا ان عدد كبير من الناس اللي بيجي لهم صداع نصفي عندهم نقص في المغنيزيوم. طيب في حاجة كمان، هي السمنة مرتبطة برضو بالصداع والصداع النصفي على فكرة. فإذا كل ما زاد الوزن كل ما احنا معرضين اكتر لمشاكل الصداع، سواء الصداع النصفي او التنشن بقى او الكلاستر هيدك، كل الكلام ده بيتعرض ليه. ده دي نوبات من الصداع بتيجي عنيفة جدا، ممكن تقعد يوم يومين لأسبوع وبعدين بتقف وترجع تاني، ممكن يبقى الاتاك نفسها تسكت وترجع تاني. ده دي كلها حاجات، دي اضطرابات نتيجه الاسباب اللي انا بقول عليها. في ناس بتحس بتنشن هادك، تنشن هادك يعني تحس بحزام حوالين محوط الدماغ، وده بيبقى مين لي الستات بتعاني منه من الضغوط النفسيه. وساعات بيجي الصداع في النص كده بالظبط. في اضطرابات بقى كمان في الضغط، يعني سواء الضغط الواطي او الضغط العالي، ده برضو بيتسبب في صداع مستمر. يعني برضو لازم نشوف موضوع الضغط، اول ما يبدا يحصل صداع لازم اشك في الضغط بتاعي، اشوف السكر بتاعي، ابتدي بقى اعمل تحاليل اشوف الانيميا اخبارها ايه، الحديد اخباره ايه، المغنيزيوم اخباره ايه، الكالسيوم بتاعي اخباره ايه، لانه نقص فيتامينات معينه برضو ده ممكن يعمل لي صداع. لو جينا نتكلم بقى على اللايف ستايل العادي بقى، الديهايدريشن او نقص الميه في الجسم، الجفاف المستمر بيساوي على طول صداع مزمن. يبقى انا لازم ابتدي اشوف، اولا في ناس بنقابلهم كتير قوي، انا بشرب شاي وقهوه طول النهار. انا بتشربي شاي وقهوه طول بس ده ما يغنيش عن الميه. لا مش كده كمان، هو دول مدرات للبول، فانت بتفقدي ميه من جسمك مش بتضيفي ميه لجسمك. فانا محتاجه دايما ان انا اكون بشرب ميه
متوازنه. اللي ما بيحبش الميه ممكن يضيف لها اي فليفر بحيث ان هو يتعود يشرب ما ميه. ما بيحبش الميه؟ اه في ناس ما بتحبش الميه كتير جدا. صحيح. انا بنسى اشرب بس ما بحبش يعني لا في ناس مش متقبله ان هي تشرب ميه. طب ما هو في اطعمه كمان فيها ميه يعني زي البطيخ زي الخيار الخس الورقيات الحاجات دي كلها ممكن تدينا شويه او ترطب الجسم بتاعي. طب دكتور هل ممكن النهارده اقدر ان انا اقسم انواع الصداع واقول انه مثلا لو الصداع بيجي لي كده يبقى مثلا نقص مغنيسيوم، لو الصداع جاي لي يعني مش هقدر. بصي هو لحد دلوقتي اسباب الصداع يعني يعني كل شويه بنكتشف سبب، لكن العلاج نفسه او ايه السبب يعني نقص حاجه معينه اتسببت في شكل معين للصداع ده لسه لم يكتشف بعد او لسه في كلام عليه، او الصداع النصفي لسه عليه اقاويل كتير جدا لم تثبت. لكن اللي انا بقوله لك ده بناء على ثوابت الضغط السكر نقص المعادن الضغوط النفسيه السموكينج الدايت الغلط كل الكلام ده بيساوي على طول صداع. وضعف النظر برضو ضعف النظر طبعا الجيوب الانفيه اي التهابات موجوده طبعا في المنطقه دي بقى في الفك في الاسنان في اللثه في الغدد النفويه الكلام ده كله بيؤدي اكيد للصداع. طيب بما ان في انواع كتير قوي للصداع وان ناس كتيره جدا جدا بتعاني من الصداع، هل الغذاء السليم او الاغذيه اللي احنا شايفينها قدامنا دي ممكن انها تعالج شويه الصداع ولا جميل لا؟ جميل جدا. احنا قلنا اول حاجه علاج الصداع الميه. ناس كتير جدا اللي عندهم كرونيك ديهايدريشن او عندهم جفاف مزمن علاجهم الميه، اشربوا ميه هتلاقوا نفسكم خفيتوا من الاتاكس دي. طيب تاني حاجه تعالي نتكلم بقى على حاجه من موجوده قدامنا. طيب طبق الفاكهه ده فيه كل الالوان. طبق الفاكهه اللي فيه كل الالوان ده مهم جدا، فيه كل الفيتامينات اللي انا محتاجاها، فيتامين اي، فيتامين اي، فيتامين كي. طب يا ريت كده واحده واحده نتكلم. ايوه يعني الجوافه فيها فيتامين سي واحنا ده مهم جدا، فيتامين سي عشان المناعه، فيتامين سي عشان الكولاجين، فيتامين سي هيساعدنا برضو ان احنا في مضادات اكسده فده هيساعد برضو في علاج الصداع. نيجي للتفاح، التفاح برضو حاجه مهمه جدا، غير كده فيه فايبرز فهيحسس بالشبع. يعني انا علاج الناس اللي انا قلت لك انهم بيعملوا دايت قاسي والفترات طويله وبيحصل لهم هبوط في السكر، طب ما انا اديهم سناكس خفيف في النص ده هيظبط مستوى السكر في الدم ومش هيؤدي لهايبوجلايسيميا، وبالتالي كمان هو مش يعني مش بيضيف سعرات كتير بل بالعكس كمان هو بيضيف الياف وبيضيف فيتامينات لجسمه. الموز، الموز من الحاجات اللي فيها بوتاسيوم ومغنيزيوم كمان. صح. واحنا قلنا انه مرضى الصداع لقوا ان في لينك بينهم وبين نقص المغنيزيوم، فانا موزه في اليوم برضو ممكن تساعد على العلاج من الصداع. البرقوق، البرقوق من الحاجات الحلوه جدا، والبرقوق الغامق برضو بيساعد في الامساك اللي هو ممكن يكون سبب من اسباب طبعا الصداع لوجود توكسينز او سموم موجوده في الجسم. البرقوق يمسك البطن مش لا العكس لا بيساعد انه بيساعد على بيعمل كمولين يعني ده بالعكس ده هم بيحطوه دلوقتي في الادويه كمولين بالظبط. ف يعني كل الطبق الفاكهه ده بكل اشكاله كم فيتامينات رائع، كم من المعادن الرائعه، فده هيساعدنا ان احنا يعني اربع ثمرات فاكهه في اليوم باختلاف الوانها، طبق السلطه بكل الوانه طبعا. ده هيديني كل احتياجاتي. طيب دكتور عندي سؤال، لما الناس بتجي لها صداع احنا كنا بنتكلم على فكره ان اول ما بيجي لي صداع باخد الدواء بسرعه عشان اقدر افانكشن، اقدر ان انا اتعامل في اليوم، اقدر ان انا اشتغل، اقدر ان انا انتج، لانه الواحد بيبقى خلاص وقفت كل حاجه. هل في نوع من انواع الاكل ممكن يساعد من غير ما ياخد حاجات كيماويه ادويه طبعا ايه بقى لما الحاجات اللي قدامنا دي. والفرق ما بين الصداع العادي والصداع النصفي يعني يعني ما حد في الشغل مثلا ياكل تفاحه الصداع هيروح؟ ممكن لو هو الصداع ده نتيجه نقص سكر الصداع هيروح طبعا، او نتيجه ارهاق هيديله انا هقول لك على حاجه، في خطوات معينه ان هو مثلا ابدا بشرب الميه وبعدين لو لقيت لسه ما راحش خد تفاحه ما تسيبش نفسك فتره طويله من غير اكل. طيب انا عايزه اقول حاجه، لما بيجي لي حد في العياده مشكلته هي الصداع بنبتدي نعمل ايه؟ بديله ورقه بيكتب فيها اكله 3 ايام او لمده اسبوع لو قدر. طيب هنيجي نحط ايدينا بقى، طبعا الكافيين الكتير عدم شرب الميه الكلام ده بتبقى واضحه قدامنا، بس في اكلات هو بياكلها ممكن ما يكونش واخد باله ان هي بتريجر الصداع ده او الاتاك ده. زي ايه يا دكتور؟ يعني مثلا الجبن القديمه، الحاجات اللي هي الاسماك المدخنه، اللحوم المصنعه، كل الكلام ده ممكن يؤدي ان هو
يبقى في اتاك. الشوكليت مثلا لقوها من مش الدارك، الشوكليتس العاديه ممكن لقوا ان هي من الحاجات اللي بتريجر او بتؤدي الى الاتاكس بتاعه الصداع، اللي هي الشوكولاته فواحد بالحليب. كل شويه بيجي له صداع، طب تعالى نكتب الاكل كده ونحاول نشيل الحاجات اللي هي ممكن اللي معروفه بالنسبه لنا ان هي بتؤدي للصداع، هنشيلها من الاكل ونبتدي ندخلها واحده واحده لحد ما نوصل ايه هو السبب او ايه هو المسبب الرئيسي للصداع ده. وطبعا الاسباب دي بتختلف من شخص للاخر، اكيد بتختلف من شخص للاخر، لان هو الرياكشن بتاع جسمه او رد فعل جسمه تجاه الاكلات دي بتختلف من واحد للتاني. فممكن واحد مثلا يبقى عنده حساسيه او عدم تحمل لاكل معين وده يتسبب له في صداع، واحنا مش عارفين انه الاكله دي اكله طبيعيه جدا، اكله عاديه جدا، بس الاكله دي بتعمل له صداع. طب دايما الصداع النصفي بيبقى له ادويه مختلفه عن الصداع العادي، يعني مش اي مسكن يقدر بتاخد مسكنات كتير. انا حسيت بالصداع دلوقتي. انا بقول لك انا كمان. بس انه الاكل بقى برضه في الصداع النصفي نفس الحاجات ولا ليه حاجات ثانيه؟ الصداع النصفي يعني اكتر حاجه مثبته هو نقص المغنيزيوم والكالسيوم، فاحنا زي ما احنا قلنا ممكن ناخد مثلا الموز، ممكن ناخد المكسرات، اللب السوري بكميه قليله طبعا عشان الكالوريز بتاعته عاليه، كوبايه اللبن دي فيها مغنيزيوم وفيها كالسيوم. انا شايفه الشوكولاته كمان هنا. لا دي مش شوكولاته، دي ده بذره الفلاكس، ده فلاكس سيد. والفلاكس سيدز طبعا من الحاجات غنيه بالاوميجا 3، طبعا بتشبع، بتدي احساس بالشبع كبير جدا، بتظبط مستوى السكر في الدم، فيها فايبرز، فكل الكلام ده بيساعد قوي على انه يعني ما نحسش بالصداع، لانه كمان مضادات الاكسده الموجوده فيها مهمه جدا. ناكله ازاي؟ انا ما بفهموش. لا ولا حاجه، زي يعني ممكن ترشيها على السلطه، ممكن ترشيها مثلا تاخديها على زبادي، بس رشه صغيره كده. قدامنا كمان الاسماك الدهنيه طبعا والاوميجا الموجوده فيها، وطبعا التونه والسلمون والسردين والماكريل، كل الكلام ده مهم جدا، وكل الكلام ده برضو هيساعدنا على تجنب الصداع. قدامي كركم كمان، الكركم انتي انفلاماتوري ومضاد للالتهابات، فبرضو من لو احنا دخلنا الكركم في الاكل بتاعنا مع الرز نتبل بيه، ده برضو هيساعدنا كتير قوي ان احنا يخفف نوبات الصداع. هي الفكرة ان انا عندي اتاكس مستمرة وبتحصل بفريكوينسي معينة وبتحصل بسيفيريتي معينة او شدة معينة، انا كل اللي انا عايزاه ان انا يا هقلل الشدة بتاعتها، هزود الجابس اللي بين نوبات الصداع دي وبعضها. فانا في الاخر لازم اكل اكل متوازن، اكل سليم، اكل من الستة فود جروبس بتاعت الفود بيراميد بتاعي او الهرم الغذائي بتاعي، الهول جرين اللي هي الحبوب الكاملة، البروتينز، الالبان، الخضار والفاكهة، والدهون لما اجي استخدمها استخدم الدهون النافعه اللي فيها الاوميجا اللي هتساعد القلب والشرايين. ميرسي جدا جدا دكتور ريهام صفوت استشاري التغذيه العلاجيه، نورتينا واستفدنا جدا بالمعلومات، وان شاء الله نشوف حضرتك تاني. هنروح لفاصل نرجع نكمل معاكم فقره السفير عزيز.